كلنا تابعنا في خلال الفترة اللي فاتت الكلام عن إن الحكومة هتطلق عملة بلاستيكية جديدة فئة 10 و20 جنيه. هي مش بلاستيك يعني ناشف زي الأطباق البلاستيك، هي بوليمر، مادة بلاستيكية بتتعمل بتحافظ على نفسها، يعني مش زي الورق، مش زي الجنيه. الورق بعد شوية تلاقيه ابتدى يقطع وتبقى خامته مش مظبوطة، وفي نفس الوقت ما ينفعش يتكتب عليها احمد بيحب منى، ولا يتكتب عليها تاريخ اليوم، ولا يتختم عليها ختم الصراف، فتفضل نظيفه ما تنقلش الامراض. لان في برضو ايضا بعض الدراسات، ويعني في ناس هتقول ايه يا عم الكلام اللي انت بتقول ده، انت بتبالغ قوي. لا فعلا في بعض الدراسات، عشان مش احنا البلد اللي اخترعت الموضوع، يعني في استراليا، في المملكه المتحده، في بعض ايضا الدول في اوروبا عندها العملة البلاستيكية أو البوليمر دي، قالوا بعد الدراسات إنها بتقلل نقل الميكروبات من إيد لإيد. يعني لما واحد يمسك العملة الورقية بإيديه وهو مثلا في إيديه ميكروب أو فيروس، بتقل. طبعا ما بتمنعش تماما، لا خالص، ما حشر الله ما حدش قال الكلام ده، بس بتقلل. ليه بقى تكلفتها، ليه بنحن نستخدم العملة دي؟ لأن تكلفتها أقل وبتعيش أكتر، فما تخليش الدولة عايزة كل شوية إنها تطبع فلوس جديدة. دي نقلة كويسة، وكمان من المفترض ان يكون شكلها احسن. وحضراتكم شفتوا بعض الديزاينات او التجارب الاولى لشكل العملة الجديدة، وخرج بيان من البنك المركزي المصري بيقول ان دي نماذج اولية لن يتم تطبيقها الا بعد اعتمادها بشكل رسمي من البنك المركزي. خلينا نشوف هذا التقرير عن العملة الجديدة البلاستيكية او شكل العملة الجديد فئة 10 أو 20 جنيه في هذا التقرير، ونرجع لحضراتكم مرة تانية. خطوات جدية وفعالة شرعت في تنفيذها الدولة لمنع تزوير العملات لا سيما الورقية منها، إذ تقرر طرح عملات جديدة بلاستيكية من مادة البوليمر محمية بالعلامة المائية التي لا يمكن تقليدها. وتعد عملات البوليمر واحدة من أحدث تقنيات تأمين العملات المطبوعة، حيث إنه عند تحريك العملة الجديدة في ضوء الشمس يظهر فقط لون واحد أو لونان من الألوان المدرجة في العلامة المائية، بما يجعل تزويرها أمراً شديد الصعوبة. تصنع العملات الجديدة من مواد صديقة للبيئة وقابلة لإعادة التصنيع، بالإضافة إلى أنها مقاومة للرطوبة والمياه والميكروبات، وبالتالي فهي أقل قابلية لنقل الميكروبات والفيروسات. البنك المركزي المصري أصدر بياناً قال فيه إنه بمناسبة قرب طرح العملات الجديدة المصنوعة من البوليمر في الأسواق، يجدد البنك المركزي المصري تأكيده على استمرار سريان التعامل بجميع العملات الورقية بلا استثناء، وأنه لا صحة لما يتم تداوله حول إلغاء التعامل ببعض الفئات الورقية بالتزامن مع إصدار نظيرتها المصنوعة من البوليمر. وتأتي أستراليا ونيوزيلندا وكندا على رأس الدول التي تستخدم العملات البلاستيكية، بالإضافة إلى أن هناك بعض الدول التي تتعامل بالعملتين الورقية والبلاستيكية معاً، وهي روسيا، بريطانيا، المكسيك والسعودية.